المرأة التونسية شريكة في صنع القرار ووضع السياسات في تونس لأنها مواطنة كاملة الحقوق. العنف السياسي اللي يتسلط على المرأة يحرمها أو يعيقها عن ممارسة أي نشاط حزبي أو جمعياتي وعن تكريس حقوقها وحرياتها الأساسية المضمونة بالقانون، ويترتب عليه الحد من وصولها إلى مواقع القرار. على هذاك لازمنا نتصدّى كلنا لأي محاولة تحرم المرأة من المساهمة في الحياة العامة. والعنف السياسي القائم على التمييز بين المرأة والراجل في الوصول للسلطة يطالها فقط لأنها مرأة، ويميز عليها الراجل بطريقة مذلة ومهينة لذاتها والحقوقها اللي يضمنها الدستور. وعلى هذا جاء قانون القضاء على العنف في أوت 2017 وجرم ظاهرة العنف السياسي، ونص في الفصل 18 على معاقبة كل مرتكب للعنف السياسي ضد النساء بخطية مالية قدرها 1000 دينار. وكانت واصلت نفس الممارسة تؤدي إلى الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر. ومن حق المرأة ضحية العنف السياسي أنها تقوم بقضايا أخرى والمطالبة بالتعويض عن كل الأضرار اللي لحقتها مهنياً ومادياً ومعنوياً. العنف السياسي أصبح اليوم جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى النساء أن تلتجئ للقضاء متى تعرضت لأي شكل من أشكال العنف السياسي.